وفي ايه؟ انتوا مالكوا هتموتوا على فلوس التمويل ده ليه؟ انا ليه حاسك بتعملي كمين؟ بجد؟ بقول لك الشنب ده لقيته واقع في اوضتك جنب دولابك. شنب؟ شنب ايه؟ ممكن تفهمني ايه ده؟ انا كل اللي بفكر فيه هو ولادي. انا قلت لك ان هو شخصيه كويسه. تسأل ليه يعني؟ طب ايه رايك يا فريده لو تديهم جزء من ميراثهم؟ بعد كده بقى خدي بالك من كلامك معايا كويس قوي. ما تبقيش مدبس زي بنتك. لو استطعت ان تخدع بعض الناس بعد الوقت. فلن تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. احنا كنا عايزين نعمله شهاده ميلاد يكون تاريخها قبل اللي موجود في الشهاده بثلاث شهور. احنا مش هناكل سيزر النهارده شكلنا. طب ممكن كده تفوق شويه وتقول لي عملت ايه مع ريد روز؟ هو ده ميراثنا؟ هو ده ميراث عيله هنداوي؟ الله يبارك. موضوع ريد روز ده زاد عن حده جدا. مش عارفه اقول لك ايه والله يا خالد. انا جيت من الصفا لقيت عندكم مشاكل كتير. انا زودت كمان عليكم مشاكلي. بس المشاكل اللي عندكم دي مش مشاكل اسريه عاديه يعني. جو غريب، خطف، وحد بيصور ناس وبيراقبهم. جو افلام كده، حاجات غريبه يعني. بس ممكن يكون حد متغاظ منكم عشان عايز يوقعكم في بعض. حد عاوزكم في مشاكل لمصلحته الشخصيه. مش عارفه، مش هقدر افيدك يعني. الله مالك، احنا عمرنا ما كنا كده. احنا كنا عايشين ونحب بعض وقلبنا على بعض ومفيش مشاكل ولا اي حاجه. ايه بقى اللي بيحصل الفتره اللي فاتت دي؟ انا مش فاهم. يعني كل اللي انت بتقوليه ده انا طبعا فكرت فيه. ما انا بتفرج على افلام انا كمان. بس انا بقيت بشك في كل الناس يا ملك. انا بشك في اي حد حواليا انه ممكن يطلع هو ريد روز. طب انت بتشك في حد معين يعني؟ في حد في دماغك؟ طبعا يا جماعه، موضوع الاشاعه اللي طلعت عن وفاه معتصم الجداوي الرجل الاعمال الشهير تسببت في هبوط اسهم شركاته بشكل كبير، وبالتالي خسارتنا احنا كمان. اللي انا بقى بتمناه منكم ومن جميع العاملين بالشركه ان كنتوا تحاولوا تعوضونا الخساره. والله يا فندم، انا شايف ان احنا ممكن نشتري اسهم شركه شمس المنسوجات. يمكن الاسهم اليومين دول واقعين، لو احنا اشتغلنا عليه اكتر نعوض خسارتنا من اسهم معتصم جدا. عامه انا هسيب فرصه يومين لكل واحد فيكم، يعني يحاول يفكر وان شاء الله ترجعوا لي بافكاركم ومقترحاتكم اللي بيها نقدر نقف على رجلينا من جديد. انا واثق فيكم وواثق في قدراتكم وعارف ان كنتوا قدها ودود. ان شاء الله باذن الله هنعدي الازمه دي زي ما عدينا اللي قبلها. ماشي، شكرا، اتفضلوا. الاخبار؟ بقول لك يا نور، لو في اي مواعيد او مقابلات النهارده الغيها. انا مش في المود خالص، حاسس كده ان انا مش قادر اقابل اي حد. اوكي، بس ايه بقى اللي مزعلك قوي كده؟ لا ولا حاجه. بقول لك ايه، ما تيجي نحجز انا وانت ديوز كده في اي فندق ونخش الاسبا، نعمل ساونا، جاكوزي، نعنش نفسنا كده، ايه رايك؟ تمام، انا اصلا ما وريش اي حاجه. أربع كراتين ترامادول يا دكتور عمرو، ده كتير عليك قوي. أعمل إيه بس يا باشا؟ والله العظيم غصب عني، الناس بقت تعبانة قوي، محتاجين طول الوقت مسكنات. بس ده زاد عليك قوي، مكلفك كتير. قصدك إيه؟ قصدي بجني تجدني. من أنا الاتنين؟ إذا كان كده بقى أحتاج منك 10 كراتين. على البركة. وعملتي ايه بقى يا ست رنا في موضوع الكاميرا بتاعك ده؟ ولا حاجه، اديني عماله احاول اقنع بابا بيه. هو محدش هيروح يقول لابوه برضه يا رنا انا عايزه كاميرا اعمل بيها لقاءات مع الدلالات. هو عايزاه يرضى بكل سهوله كده؟ اكيد الراجل اتخض وخاف عليك. اسكت، اما انا جبت حبه معلومات عن تجار الترمادول، انما ايه؟ هتسخن الريبورتاج وتخليه نار. ازاي يا رنا؟ جبت اسامي صيدليات من اللي بتبيع الترمادول من غير روشته. وناوي على ايه بقى يا ست رنا؟ يعني ايه يا ابني ناوي على ايه؟ طبعا هجيب كاميرا صغيره واروح اصورهم من غير ما يحسوا. لا ده انت كده هتخش عش الدبابيب رجليك. الناس دي مش سهله زي ما انت فاكره. اللي وراهم تجار مخدرات ومافيا. لو عايزه رايي انك تصرفي نظر عن الموضوع ده تماما. ربنا يستر ان شاء الله. بقول لكم ايه؟ تعالوا نشرب حاجه في الكافيه. يلا بينا.
شو اي متى دورنا نحن؟ ان شاء الله بعد اللي جوا حضرتك على طول. اوكي ثانك يو. التقارير اللي انت عايزها هتوصل بكره، ولو اتاخرت هتوصل بعد بكره بالكتير. مالك يا اشرف في ايه؟ لا ابدا ولا حاجه. ولا حاجه ازاي؟ انت مش طبيعي من اول اليوم. بص كده الصور دي. ايه ده؟ مين صورنا؟ مش عارف يا ريم، بس الصور دي عامله لي مشكله كبيره مع مراتي. هي بتغيره. ادخل. تعالي يا امل. ايه في ايه؟ معلش يا باشمهندس، انا ممكن استاذن بدري النهارده؟ ليه؟ مالك تعبانه ولا ايه؟ لا هو يعني شوية صداع بس ونفسي مكتوم شوية. صداع ونفسك مكتوم؟ ولا في حاجة ومتضايقة؟ ليه بتقول كده؟ عشان أنا حافظك يا أمل. إيه اللي مضايقك قولي لي؟ مفيش، يعني شوية مشاكل بس، طبيعي بتاع الدنيا يعني. طب الدنيا كلها مشاكل. احكي. لو عايزة تحكي احكي، لو مش عايزة تحكي برضه احكي. أنا بس مش عايزة أشغلك. لا مش هتشغليني ولا حاجة، أنا كده كده كنت واخد نص ساعة كده راحة، اقعدي احكي لي. قولي لي يا ستي بقى، ايه اللي مضايقك؟ يعني الحاله الماديه بقت صعبه قوي، والفتره دي كل حاجه غليت، وكنا متفقين ان انا اجيب الاجهزه الكهربائيه وخطيبي هيجيب حاجات تانية. وكل الزعل اللي انت فيه ده عشان الاجهزه الكهربائيه؟ طيب يا ستي اعتبريهم جم. في حاجه تانية؟ لا طبعا، ده كتير جدا. لا لا ما ينفعش. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مش كلنا هنا عيله واخوات، ولا شايفه حاجه تانية؟ خبر يا باشمهندس، يعني ده شرف ليا، بس انا مش عارفه اقول لاهلي انا جبت الفلوس دي منين. عادي يعني، قولي لهم، قولي لهم كنت محوشاها من مرتبك مثلا. لا طبعا مش هيصدقوا، ده مستحيل. طيب يا ستي قولي لهم باشمهندس يوسف صرف لنا كلنا علاوات عشان حققنا ارباح كويسه السنه دي، ايه رايك؟ هو ده حل كويس صح؟ يعني ممكن يبقى حل كويس. ماشي، انا هقول للخزنه تطلع لك الفلوس وتجيب الاجهزه الكهربائيه اللي انت عايزها. بس انا عايز اقول لك على حاجه، لما تحتاجي اي حاجه تجيلي هنا فورا، احنا هنا كلنا زي ما قلت لك عيله واخوات. يلا افك بقى واشوف ضحكتك اللي انا متعود عليها. ميرسي قوي يا باشمهندس، انا بجد مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه، سلميني على خطيبك بس. ماشي. يلا مش انت دلوقتي. اتفضل يا سيدي. اتفضل. طمنيني اخبار يوسف الكبير ايه؟ والله ما عارفه كيف بدي اتشكرك يا دكتور، باشمهندس يوسف شغله اكتر من روعه، انت كانك بعت لي هديه. ايه ده يعني رفع راسي؟ اكيد طبعا، حتى اليوم عندي موعد انا وياه كرمال نوقع العقود. طب ان شاء الله خير. طب واخبار يوسف الصغير شو؟ لا يوسف الصغير ده تمام، ده انا يا ريت سناني زي سناني. طب بلنا شي موعد جديد له؟ هنحدد له موعد مع مي بره، بس هيبقى بعد فتره. اوكي طيب، ميرسي كتير لك. انا ايه، تحت امرك. اتفضل، باي باي. اتفضلي يا ستي، ولا تشغلي بالك خالص. الحمد لله، ربنا يخليك لي يا إيهاب. ويخليك انت كمان. المهم بقى لازم تخلصي من كل النسخ القديمه اللي موجوده. ايوه طب والنسخه بتاعت الحضانه دي هعمل فيها ايه؟ دي بقى تسحبيها باي حجه لمده يومين، وبعد كده ترجعي لهم. اوكي. إيهاب هو انت ناوي امتى تفتح حالك في موضوع جواز؟ قريب. أكيد قريب يا حبيبتي. نخلص بس موضوع شهادة الميلاد ده وكل حاجة. إن شاء
شاء الله. طب النهارده زميلتك في حد امضته حلوه كده؟ متشكره يا باشمهندس. لا متشكره على ايه؟ لسه ما عملتش حاجه. لسه اول ما نعمل الشغل هتتبسطي، اوعدك هتفضلي تحلفي بحياتي بحياه الشغل طبعا. استاذن ان شاء الله، وانا ما عنديش شك بهذا الشيء. يا رب. الو يا اشرف، انا شويه اكون عندك على طول. ماشي حبيبي، سلام. انت شكلك مستعجل صح؟ لا لا لا، ده جماعه اصحابي بس اللي هنروح نسهر كده في مكان، فاروح لهم. وبعدين مستعجل ازاي والقمر قاعد هنا؟ ما ينفعش طبعا، انت منورانا والله. ولا نيالك، انا من وقت ما جيت لهون وبعد ما ظهرت ولا ظهرت خالص ولا ظهر، مع ان مصر مليانه ظهرات كتير قوي. طب ايه رايك بكره اعزمك على ظهره حلوه قوي؟ موافقة؟ أنا عارف إنك هتوافقي طبعًا، ما مفيش حد، مالكيش حد هنا في مصر غيري، من حسب ماضيين العقد أهو. تمام، يوسف إيه أخباره صحيح؟ والله كنت اليوم أنا وياه عند الدكتور خالد ورجعت وصلت على البيت وجيت لهون. أوكي، شاطر خالد، أخويا طبعًا لازم يبقى شاطر. عملتي لي حاجة في موضوع المحامي اللبناني اللي قلت لك عليه؟ جهزت فلوس التأمين؟ تمام. ايه ده؟ شيك؟ لا والله كان على عيني حازم بيه، ما ينفعش. انت عايز نعمل ايه؟ حازم بيه انت كده هتتعبني، انت كده هتبوظ الشغل كله. ايوه اعمل لك ايه يعني؟ بص يا حازم بيه، قدامك ساعة زمن تجهز فيها فلوس التأمين ماشي، ما كانش اعتبر الموضوع بخ. الو يا حسام. يا حازم. بقول لك يا حسام، انا مش هشتغل مع الناس دي، انا خلاص هرشتهم الناس دي شمال. ايه يا ابني مالك في ايه؟ عايز تشتغل انت معاهم اشتغل، لكن انا بره. طب اهدى بس، اهدى. في ايه؟ مش سامعك كويس. سلام. انها تبعت لي صوره ايمان وابنها على التليفون. لا بتهرج طبعا، وجابت الصور دي منين؟ يا جماعه احنا لازم نشوف حل الموضوع ده بجد. المشكله يا يوسف ان انا بقيت بطلع من مصيبه اخش في مصيبه ثانيه. انا يا جماعه بقيت حاسس ان انا في دوامه مش عارف اطلع منها. مش انت لوحدك خالد، انا حاسس من وقت رجوع ملك وجواز حازم واحنا كل يوم عندنا مصيبه شكل. اشرف انت عارف انت قلت ايه؟ ايه علاقه ملك وفاطمه وجواز حازم بالموضوع؟ فهمنا قصدك ايه؟ يا جماعة كل الشواهد بتقول كده، وأكيد أنتم ملاحظين ده زيي. احنا كنا عايشين في بيت هادي ومستقر، بكبيره شوية مشاكل زي اللي بتحصل في أي بيت، وأديكم شايفين بقى من ساعتها وإحنا كل يوم في قرف. يعني أنت أشرف عايز تقول لي إن ريد روز دي يا إما ملك يا إما فاطمة؟
والله انا ما عدتش استبعد اي حاجه يا خالد بعد كل اللي بيحصل. دي مسكنه واحد واحد ومش سايبه اي حد فينا، ده عايزه تدمرنا كلنا. الكلام اللي بتقوله ده مش اكيد. الحاجه الوحيده اللي اكيد ان ريد روز دي بتدخلنا من مصيبه لمصيبه عشان ما نلاقيش حتى وقت نفكر يا مين. الظاهر هي دي خطتها. انها هتفضل لهيانه واحد واحد في مشاكل عشان ما نعرفش نفكر. اديكوا شفتوا عملت معايا ايه انا وقرف. مش خطه. ده عايزه تقضي علينا خالص. واحد واحد. بقول لكم ايه؟ سيبكوا بقى من الكلام ده كله. انا هقول لكم انا شاكك ان ريد روز دي تطلع مين. مين يا خالد؟ اسمع. بس كده هما اللي معايا. لا انجز انجز طير. يا عمورة انت بتاخد كارت على بيت الحمام ولا؟ بس دي كارت غالية قوي. نعمل ايه بس يا جو بنلقط رزقنا؟ شكلك هتقلب ديلر. لا برافو يا دكتور. خليك في حالك يا جو. خسارة لما تخلص كلمني بس طمني. ايه الحكايه؟ في مشكله؟ عزم. عزم بيقول ان هو اتسرق. سرق؟ سرق فين؟ وايه اللي اتسرق منه؟ الخزنه اللي في الاوتيل بتاعه. انا حاطط فيها فلوس كتيره واتسرقت. فلوس كتير؟ كام يعني؟ ايه اللي خلى حضرتك تسيب مبلغ كبير قوي في الخزنه؟ يعني ايه يا فندم؟ هي دي مش خزنه وليها باسورد؟ هو ده مش فندق كبير ولا ايه؟ انا مش فاهم. يا حازم بيه، حضرتك لو قريت اللي مكتوب على ظهر باب السويت اول ما تدخل هتلاقي تحذير رسمي من اداره الفندق ان احنا بنخلي اي مسؤوليه من فقدان اي شيء كبير او مبالغ ماليه. يعني ايه حضرتك بتقول ايه؟ مش فاهم. انتوا بتخلوا مسؤوليتكم؟ يعني ايه بتخلوا مسؤوليتكم؟ مش فاهم يعني. يا فندم مش موضوع ان احنا بنخلي مسؤوليتنا، موضوع ان احنا ماشيين بنفس السياسه بالظبط اللي بيمشي عليها اي فايف ستارز في مصر. يعني هتلاقي كمان نفس الخزنه بتاعتنا هي نفسها اللي موجوده في اي فندق فايف ستارز. ولو جه اي حرامي محترف اكيد هيعرف يسرقها. والله يعني حرامي يخش عندكم الاوتيل يطلع السويت بتاعي يقلبه ويفتح الخزنه ياخد الحاجه بتاعتي وفلوسي ونزل والكاميرات بتاعتكم ما جابتش حاجه خالص. انا اسف حازم بيه، ان شاء الله براجع الكاميرات وان شاء الله بنجيب لك اي فلوس. يا حازم عملت ايه؟ غريبه قوي يعني، ازاي ده يحصل في اوتيل محترم؟ غور بقى يا اخي، عرفتني. انا عاوز اعرف هو انت ليه بتقول لحسام ان هو السبب؟ وانت مالك؟ خش احضري شنطتك يلا عشان ننزل مصر. اه العادي يعني، اي سفريه بيني وبينك لازم تقلب بمصيبه، مفيش حاجه جديده. لا والله. هو انت مش كنت معترضه على السفريه دي؟ فجأة حليت في عينك ولا ايه؟ لا ما حليتش في عيني ولا حاجة، ولعلمك بقى أنا عايز أسافر قبل منك. بس أنا عايز أفهم إيه سر العلاقة الغريبة الغامضة اللي بينك وبين حسام ده؟ بقول لك إيه؟ سر الشر عشان عفريت الدنيا بتتنطط قدام وشي. طب ولو ما أثرتش الشر يعني هتعمل إيه؟ بتخوفني يعني مثلا؟ عشان ما أسألش، عشان ما أعرفش؟ أنا عايز أفهم أنت إيه اللي بينك وبين حسام ده؟ أنت شكلك ناوي على مصيبة النهاردة. ها؟ إيه بقى يا حبيبي هتعمل إيه إن شاء الله؟ مش كفاية إن أنا مستحملة قرفك من يوم ما اتجوزتك؟ قرفي؟ لا يا حبيبتي، احمدي ربنا ان انا قبلت ان انا اتجوزك اصلا. نعم احمد ربنا. اه طب انا بقى عايزه اتطلق.
صباح الخير. صباح النور يا فندم. لو سمحت انا جاي لي تحويل من الاقصر وعايز ابعت جزء للندن واخد الجزء الثاني. التحويل الثاني باسمي في لندن؟ ياسين مصطفى الحلمي. لحظه واحده. صباح الخير. صباح النور. اهلا، ازيك يا مدام ايمان؟ الحمد لله. اتفضل. خير؟ من فضلك، انا كنت محتاجه شهاده الميلاد بتاعت ابني، محتاجاها في التطعيمات عشان الصحه يعني، وهرجعها لحضرتك تاني كمان يومين. تحت امر حضرتك، بس في الحاله دي هتمضي تعهد قدام الموظف المسؤول بانك استلمتي الاصل وان انت هترجعيه بعد 48 ساعه. بس هو ضروري يعني 48 ساعه؟ ما حضرتك يا مدام ايمان اللي لسه قايله دلوقتي. وبعدين ما تنسيش ان انا بعمله دول على مسؤوليتي الشخصيه. اوكي خلاص ماشي. القهوه يا باشمهندس زي ما حضرتك طلبتها. حطيها عندك يا سامح. بقولك يا سماعة. نعم. ناقصك حاجة؟ ربنا يخلي حضرتك. طب أنا كنت عازمينك طلب. أؤمرني يا باشمهندس. أنا كنت عايز الشنب. شنب؟ شنب إيه؟ لا ما تخبيش أوي كده، مش شنبك أنت. أنا عايز شنب عصمت. وحضرتك عرفت؟ آه، حضرتي عرفت. الموضوع ده يخصني. ماشي، حاضر. بس هو يعني أنا لقيته واقع في أوضة عصمت جنب دولابها. لا انا عارف يا سماح ان انت امينه، واي حاجه بتضيع في البيت ده اللي انت بتلاقيها. احنا لينا غيرك يا سماح، بس زي ما قلت لك الموضوع ده يخصني، فانا عايز الشنب ده وبسرعه. حاضر. سماح احبك انا، ها محدش يعرف حاجه عن الموضوع ده، فهمتي؟ حاضر. بسرعه. حاضر. الله يسلمك يا حبيبي. الله يسلمك يا سماح. استناني بس خمس دقايق ادي الست ملك خبر انك جيت. خلاص انا واقف مستنيها اهو. ماشي. يلا. مالك؟ حربي وصل تحت ومستني حضرتك. طب انا نازله حالا. حاضر. بس والنبي امان عليك يا ست الكل زي ما قلت لحضرتك. ما تقلقيش، تقلقيش يا سامح، انا قلت لك شيل الموضوع ده من دماغك خالص. انا هتكلم معاه. سيب الموضوع ده كله على مسؤوليتي انا، لو حصل حاجه انا المسؤول. لما ارجع هطمنك. ماشي، ربنا يخليكي ليا وما يحرمنيش منك ابدا. صباح الخير يا ست هانا. صباح النور. عارف فين يا ست الكل؟ في مستشفى بنك الدم اللي في الدقي. عارفها طبعا يا ست هانا،
العبد لله ما فيش شبر فيك يا مصر ما يعرفوش. اي حته سيادتك عايزاها اموري بس، وبعون الله هتلاقي نفسك فيها. طب ممكن توديني دلوقتي لو سمحت؟ بس كده، تحت امرك يا ست الكل، اتفضلي. شكرا. $30,000. وايه اللي يخليك تاخد مبلغ كبير قوي زي ده معاك؟ انا رايح هاني مون، لازم يبقى معايا فلوس، يعني افرضي اي حاجه حصلت. ايه بقى؟ لعبه جديده من العابك؟ فندم؟ بتخطط لايه المره دي يا حازم؟ ليه الكلام ده؟ امال عايزني اقول لك ايه؟ اقول ايه لابني، ابن الناس المحترمين، مدير شركه السياحه الكبير، لما يستغل خطف مراته عشان يسرق اخوه؟ ليه الكلام ده؟ قولي بقى ده معنى ايه؟ جبت الورقة ده منين؟ كان في مكتبك. كسرت مكتبك يا استاذ. ايه؟ خليت الساعه كسرت درج المكتب. هو انت عايزه تبوظي منظري في الشغل ولا ايه؟ هو ده كل اللي همك؟ على العموم خالد عارف كل حاجه، وهو اللي بعت لي $100,000 زياده عشان لو حصل اي حاجه. تكذب عليا تاني؟ والله هو انت على طول شايفاني كذاب كده؟ ماشي. ايوه يا خالد. ايوه. انت فين؟ انا في بيتي يا حبيبتي. طب انزلي دلوقتي حالا في المكتب، عايزاك. حاضر يا حبيبتي. دلوقتي بقى هيبقى الجمل قدام الجمال، ولو لقيتك بتكسب عليا المرة دي مش هرحمك يا حسن. ما فيهاش اختلافات، إن قدرنا ونصيبنا.
كانش نفسه يفضل قدام عيني. مين فينا حبه ضاش مش ندمان عليه؟ مين فينا ما كانش نفسه يفضل قدام عيني؟ ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات، وهي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات. إن قدرنا ونصبنا نعيش على ذكريات، ونعيش العمر نندم ونفكر في حسابات، وهي نتيجة واحدة ما فيهاش اختلافات. إن قدرنا ونصبنا نعيش على ذكريات.